أتحول لي دكتور رامي القليوبي. دكتور رامي، قد أشرت إلى وجود ما هو نسبته حوالي 2 مليون تقريبا في مسلم في العاصمة موسكو، ولديهم أقل من 10 مساجد. ما سبب يعني قلة المساجد في موسكو؟ هل الدولة تحارب توسعت دور العبادة، توسعت المساجد وبناء مساجد جديدة للمسلمين في موسكو؟ في الواقع الدولة الروسية هي تعمل على استيعاب مواطنيك مختلف الأديان، ولكن لا يوجد في روسيا ما يشبه وزارة الأوقاف في الدول العربية، ولذلك يتم بناء المساجد من التبرعات والمنح وما إلى ذلك، وليس هناك برنامج دولة محدد لبناء مساجد. وإن كانت هناك دعوات تصدر من بعض المستشرقين والباحثين في الشؤون الإسلامية إلى ضرورة إنشاء مزيد من المساجد حتى تكون التجمعات تحت مظلة الدولة وفي إطار خطب رسمية، بدلا من أن تكون في أماكن مغلقة وتشكل تربة لنشر أي فكر متطرف. ومثلا قبل بضع سنوات افتتح المسجد الجامع في منطقة يطلق عليها بروسبكت ميرا وسط موسكو، وحينئذ صنف كأكبر مسجد في أوروبا، وتركيا ساهمت بشكل كبير فيه، وحتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضر حينئذ إلى روسيا للمشاركة في مراسم الافتتاح. ولذلك على مستوى الدولة هناك توجه نحو استيعاب المسلمين، ولكن هناك ما يعرف بالتمييز الشعبي. فمثلا عندما يكون هناك مسجد في المنطقة ثم يتم إغلاق الشوارع المحيطة لأداء الصلاة، فهذا يزيد من استياء السكان المحليين، وهكذا مثلا الخلاف قد يكون في الأساس منزلي أو اقتصادي، لكن عندما يحدث من بين مختلفي مواطنيكي مختلف الأديان فورا يتم إضفاء البعد الديني عليه حتى إن لم يكن كذلك في الأساس.